1 2 3 بسم الله. ريحة كوميك بوكس قديمة، ريحة أوراق قديمة. شوي مغبر بس ريحة أيام أول، ريحة أيام حلوة صراحة. السلام عليكم شباب، معكم إياد The Geek from the Middle East. ألعاب السوبر هيروز وشخصيات الكوميك بوكس من ألعابي المفضلة، وعندي ذكريات عديدة معاهم. ويوم أول كنا محدودين، يعني مو نفس اليوم. اليوم عندك كل يوم ينزل لك فيلم جديد حق هالشخصيات، مسلسل جديد، كارتون جديد، لعبة جديدة، وصاروا منتشرين في كل مكان. أما يوم أول كنا محدودين، فحق شخص كان يقرأ كوميك بوكس أو حتى الأشخاص اللي ما كانوا يقرون كوميك بوكس، هاي الألعاب كانت مصدر حلو عشان تتعلم وتتعرف على هالشخصيات. وفي ألعاب سوبر هيروز وايد أحبهم، ألعاب نفس سبايدر مان فينوم، ماكسيمم كارنيج، إكس مان على سيجا ميجا درايف، Spider-Man Venom Separation Anxiety على Sega Mega Drive، X-Men 2 Clone Wars على Sega Mega Drive، The Punisher على Sega Mega Drive. فيني بس قاعد أتكلم عن شخصيات من شركة مارفل وعلى جهاز السيجا ميجا درايف. أكيد في ألعاب حق شخصيات من شركات ثانية نفس شركة دي سي على أجهزة ثانية نفس أجهزة نينتندو. خلونا نشوف هاي الألعاب. سوبرمان 64 على نينتندو 64. خلوني أعيد من أول. ألعاب نينجا تيرتلز على جهاز الفاميلي كمبيوتر والأني أس. ألعاب باتمان، باتمان يمكن أكثر سوبر هيرو عنده ألعاب، وغطينا معظم هالألعاب في فيديو على القناة، فيديو ألعاب باتمان ضد ألعاب سوبرمان، بحط لكم رابط الفيديو هنا، أنصحكم تشوفونه إذا تحبون باتمان لأن نغطي فيه عدد كبير من ألعاب باتمان. إكس مان ميوتنت أبوكاليبس على السوبر نينتندو، مارفل سوبر هيروز وور أوف ذا جيمز على السوبر نينتندو، والعديد من الألعاب العجيبة. وكثر ما في ألعاب عجيبة حق شخصيات الكوميك بوكس، في ألعاب متكنسلة وملغية حق هالشخصيات، وفي الفيديو بذكر لكم حوالي 10 ألعاب حق شخصيات الكوميك بوكس متكنسلة وألغوها لسبب أو آخر. وشخصيا أحس لو هاي الألعاب ما انلغت وأصدروها كان بيكون لها تأثير كبير في عالم الفيديو جيمز وعالم السوبر هيروز. فخلونا نشوف شنو هي هاي الألعاب الملغية وشنو هي الأسباب اللي خلت المطورين يلغونها ويكنسلونها. فخلوكم معاي وخلوني أذكر لكم 10 ألعاب سوبر هيروز متكنسلة. في المركز العاشر عندي أكثر من لعبة ولكن حق نفس الشخصية، الشخصية هي سوبرمان. العديد من الناس يعتبرون سوبرمان أنه هو أول سوبر هيرو، والشيء الغريب هو أنه ما عنده وايد ألعاب، ونتكلم بعمق عن هالموضوع في فيديو ألعاب باتمان ضد ألعاب سوبرمان، الرابط موجود في الوصف حق اللي يبي يشوف الفيديو. ولكن الحين بتكلم عن ألعاب سوبرمان الملغية المتكنسلة. أولا عندنا لعبة سوبرمان على الأني أس. اللعبة كانت من تطوير سون سوفت، ولكن لأسباب مجهولة شركة دي سي سحبت على سون سوفت، فالمطورين صار عندهم لعبة شبه مكتملة حق شخصية سوبرمان. فشنو سووا في اللعبة؟ غيروا شكل سوبرمان وسموا اللعبة سان مان، ولكن قرروا ما يصدرون اللعبة. وتقدرون تحصلون الروم حق لعبة سان مان وتلعبونها، وبتشوفون ان في شبه وايد بين سان مان وسوبرمان. اللعبة الثانية متكنسلة حق سوبرمان هي سوبرمان على البلاي ستيشن 1. اللعبة كانت عبارة عن لعبة سوبرمان 64، ولكن بيغيرون فيها عوامل عديدة، ومن اهم العوامل اللي كانوا يبون يغيرونها هي الرينجز، وكانوا بيضيفون محتوى اكثر للعبة وبيضيفون بازلز اكثر في اللعبة، ولكن في وسط تطوير اللعبة سحبوا عليها وكنسلوها. هل تتوقعون ان لعبة سوبرمان 64 اللي تعتبر من اخس الالعاب على وجه الارض لو شالوا منها الرينجز وعدلوها شوي كانت بتكون لعبة احسن يعني؟
وثالث لعبة متكنسلة للسوبرمان هي لعبة سوبرمان بلو ستيل، كانت مفروض تنزل على الاكس بوكس 360 والبلاي ستيشن 3. مطورين اللعبة هم استوديو فاكتور 5، وبدأوا في تطوير اللعبة في سنة 2008، وسبب الغاء اللعبة هو ان الشركة فلست وسكت. انا شخصيا احس ان The Curse of Superman تنطبق حتى على الفيديو جيمز الخاصة حق سوبرمان، ومو بس الافلام. سوبرمان شخصية منحوسة بشكل عام. مين يوافقني؟ في المركز التاسع بعد حطيت لكم اللعبتين، لأن اللعبتين حق شخصيات كوميكس من نفس الشركة Image Comics. اللعبتين هما Gen 13 و Young Blood. معلومات سريعة عن هالأبطال: Gen 13 من تأليف جيم لي، و Young Blood من تأليف روب ليفيلد. هالمؤلفين والرسامين أسطوريين، كانوا يشتغلون في مارفل واشتغلوا حتى في دي سي. وفي سنة 92 هما ورسامين ومؤلفين مستقلين أسسوا شركة Image Comics، وكل واحد فيهم أسس فرانشايز وشخصيات خاصة فيه. فجيم لي سوى جن 13 وروب ليفيلد سوى يونج بلود. بالنسبة للعبة جن 13 ما في إلا فيديوهات قليلة تعرض أسلوب اللعب، ولكن لعبة يونج بلود في لها الدمو كان يتوزع في العديد من المجلات في ذاك الوقت. واللعبتين كانوا بينزلون على البلاي ستيشن 1، ويونج بلود كانوا بتنزل بعد على البي سي، وتقدرون تنزلون الدمو اليوم وتلعبونه وتجربون اللعبة. في المركز الثامن جوست رايدر. قبل لا يكون في أفلام فاشلة حق شخصية جوست رايدر، كان مفروض تنزل لعبة على البلاي ستيشن 1 حق هاي الشخصية. وكل اللي نعرفه عن اللعبة انه كان بيكون في 15 ليفل، والرئيس الأخير في اللعبة كانت بتكون ليليث بنت دراكولا. في المركز السابع حطيت لعبتين، لأن هاي شخصيتين مشابهين لبعض ومن نفس الشركة. شخصيتين هما Green Lantern و The Flash. ما أحس في ألعاب كفاية حق هالشخصيتين الصراحة. يعني The Flash بس عنده لعبتين خاصة فيه، واحدة على Sega Master System وواحدة على Game Boy. Green Lantern بس عنده لعبة واحدة اللي طلعت مع الفيلم الفاشل. إنزين، خلنا نتكلم عن لعبة Green Lantern المتكنسلة اللي كانت مفروض تنزل على السوبر نينتندو في سنة 94. الشخصية اللي كنت بتلعب فيها هي هال جوردن. واللعبة كانت ميكس بين بلاتفورمينج وشوت ام اب، واللعبة كانت بتستخدم المود 7 تشيب مالت السوبر نينتندو. وبالنسبة للعبة ذا فلاش المتكنسلة، كانت مفروض تنزل على بلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 في سنة 2008، وسبب الغاء اللعبة هو ان الشركة فلست. اعتقد ان هاي الشخصيتين يستاهلون العاب اكثر الصراحة، وبالذات ذا فلاش لان المسلسل وايد ناجح، فوقت مناسب ان ينزلون اللعبة حق ذا فلاش. دقيقة، توني مستوعب ان ما في العاب وندر وومن. ما في ولا لعبة حق شخصية وندر وومن. اي وندر وومن تطلع في العاب ثانية، في العاب باتمان والعاب جاستس ليج، ولكن ما في ولا لعبة حق وندر وومن. يعني حتى زينة عندها 6 العاب، ووندر وومن ما عندها ولا لعبة، ولا حتى عندها لعبة متكنسلة. يعني ما حد فكر يسوي لعبة وندر وومن. في المركز السادس مارفل 2099 One Nation Under Doom. مارفل 2099 كانت مفروض تنزل على بلاي ستيشن 1 تاريخ 1 ديسمبر 1996، ودعايات هاي اللعبة كانت في كل مكان. كان في دعايات وايد حق هاللعبة. عرضوا اللعبة في E3 96، والعديد من المجلات كانت توزع سي دي في فيديو للعبة، وحتى كان في كاسيت تيبس كانت تتوزع في أماكن معينة حق اللعبة. والناس اللي حضروا سان دييغو كوميك كون في سنة 1996 حصلوا الفرصة ان يلعبون الليفل الاول من هاي اللعبة. والشخصيات اللي كنت تقدر تلعب فيها في اللعبة هما بانيشر 2099، سبايدر مان 2099، جوست رايدر 2099، فانتاستيك فور 2099، هالك 2099، اكس مان 2099. وكانوا معلنين ان اللعبة بتشمل اكثر من 40 شخصية في القصة من شخصيات مارفل، وما في سبب ليش الغوا وكنسلوا اللعبة. في المركز الخامس The Dark Knight. اللعبة كانت مفروض تنزل مع فيلم The Dark Knight، ولكن تطوير اللعبة بدأ قبل لا حتى يشتغلون على الفيلم. فالمطورين ما كانوا يعرفون شنو كان بيصير في الفيلم، وفي البداية طوروا اللعبة حق البلاي ستيشن 2، وفي نص مرحلة التطوير قرروا انه يخلون اللعبة على البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360، وغيروا الانجن كامل حق اللعبة. فهاي شيء ادى الى العديد من المشاكل، وما قدروا ينزلون اللعبة في نفس وقت اصدار الفيلم، وتأخروا وايد على موعد إصدار اللعبة، وفي النهاية قرروا أن يوقفون المشروع بأكمله. في المركز الرابع X-Men 32X أو X-Men Mind Games. اللعبة كانت مفروض تنزل على جهاز السيجا 32X، وكنت تقدر تلعب مع 4 شخصيات: وولفرين، روغ، آيسمان، وبيشوب.
ولكن لسبب أو آخر قرروا أن يكنسلون اللعبة ويحولون اللعبة إلى لعبة The Hulk. فتحولت اللعبة إلى لعبة The Incredible Hulk The Pantheon Saga ونزلت على PC, Sega Saturn والPlayStation 1. وفي بروتوتايب روم حق لعبة X-Men 32X متوفر من سنة 2009. واللعبة مو مكتملة ولكن بس تقدر تلعب مع بيشوب وفي بعض المراحل بس, ويبين ان في عوامل مشتركة وايد بين لعبتين X-Men و The Hulk وما في اي سبب ليش كنسلوا اللعبة. في المركز الثالث Daredevil. اللعبة كانت مفروض تطلع في سنة 2003 في نفس موعد اصدار الفيلم الفاشل, وفي البداية اللعبة كانت بتكون حصرية بس حق البلايستيشن 2, ولكن بعدين قرروا ان يصدرونها على الاكس بوكس. واللعبة شكلها وايد عجيب, وأتذكر أنا شخصيا كنت أشوف دعاياتها في الكوميكس وشفت فيديو اللعبة أونلاين وتحمست وايد حق اللعبة. الفيلم نزل واللعبة لحين ما نزلت, وقالوا إن أجلوا اللعبة إلى نهاية 2004, و2004 جات ومرت وأنا لحين أنتظر واللعبة ما نزلت. فخلونا نشوف شنو صار في اللعبة وشنو هو سبب تأخير وإلغاء اللعبة. خلونا نشوف اللعبة نفسها. أولا اللعبة كانت بتكون لعبة open world, عالم مفتوح, وفي البداية اللعبة كانت تتطور على نفس الانجن مال جي تي اي 3. انزين, وبداية المشاكليات بسبت انه كان في اكثر من شركة تساهم في تطوير اللعبة. المطورين الاساسيين هم استوديو 5000 فوت, والناشر كان شركة انكور, وحتى شركة سوني كان لها يد في اللعبة. وبعد ما المطورين سووا اللعبة open world وفي نفس الانجن مال جي تي اي 3, سوني قرروا ان يبون اللعبة تكون نفس لعبة توني هوك, واصروا ان اللعبة تكون linear ومو open world. ومن هناك المطورين بدأوا من نقطة الصفر وسووا انجن جديد خاص بس حق اللعبة, ولهي السبب فاتهم موعد اصدار اللعبة الاساسي اللي هو مع فيلم دير ديفل, واجلوا اصدار اللعبة الى نهاية 2004. ولكن المشاكل الداخلية بين هاي الشركات اللي كانت تطور اللعبة هي اللي ادت الى ان اللعبة تتأخر بعد مرة ثانية على موعد اصدار الثاني, لان كل شركة كانت تبي اللعبة تكون شيء ثاني, وفي النهاية كنسلوا اللعبة. ولكن بعد سنين من هاي الاحداث مطورين اللعبة والاشخاص اللي كانوا يشتغلون في الشركة اللي كانت تطور اللعبة, اكثر من واحد من هالشخص اعترف ان السبب الرئيسي لتكنسل اللعبة هو ان معظم الموظفين والمطورين في الشركة طول فترة تطوير لعبة دير ديفل كانوا تحت تأثير المخدرات. يعني مو واحد ولا اثنين معترفين, يعني اغلب موظفين والناس اللي كانوا يشتغلون في هالشركة اعترفوا لهذا الشيء, انهم كانوا على طول تحت تأثير المخدرات, ويمكن هاي السبب الرئيسي اللي ادى الى سوء التفاهم والتواصل بين الشركات الثانية اللي بعد كانت تطور اللعبة. فالعبرة من هالقصة هي ان اذا تبي تطور العاب لا تتعاطى مخدرات. لكن تخيلوا لو اللعبة صدرت كانت بتكون لعبة من تطوير ناس تحت تأثير المخدرات طول الوقت وهم يطورون اللعبة, أحس كانت بتكون لعبة عجيبة. لا بكل صراحة إذا تشوفون فيديوهات اللعبة بتعرفون أن اللعبة ما كانت بتكون شيء بسيط, بالذات في ذاك الوقت. أنا شخصيا أحس أن اللعبة كانت بتغير نظرة الناس للفيديو جيمز, وبالذات الفيديو جيمز الخاصة بالسوبر هيروز. أحس تأثيرها كان بيكون نفس تأثير ألعاب أركم في السنوات الأخيرة. والقصة كانت بتكون حلوة لأن القصة كانت بتشمل العديد من عوامل قصة دير ديفل, ولكن للأسف هاي اللعبة تتكنسل, ولكن لعبة كات وومن ما تتكنسل. في المركز الثاني Gotham by Gaslight. اللعبة كانت مفروض تنزل على PlayStation 3 والأكس بوكس 360. Gotham by Gaslight تخيل حلو حق شخصية باتمان. أحداث القصة في سنة 1889, وهاي اللعبة لو صدرت بعد أحس أن كان تأثيرها بيكون نفس تأثير ألعاب أركم في السنوات الأخيرة, لكن للأسف تكنسلت. ولكن إذا تبون تشوفون قصة Gotham by Gaslight في فيلم أنيميشن من شركة DC تو نازل بنفس الاسم, وايد حلو. أنصح أي شخص يحب باتمان لازم تشوفون هاي الفيلم. في المركز الأول X-Men 3, أو الاسم الثاني للعبة X-Woman. اللعبة كان مفروض تنزل على السيجا ميجا درايف أو السيجا جينيسيس في سنة 96, ولكن بعدين أجلوا إصدار اللعبة لسنة 97. وهاي اللعبة كان مفروض تكون آخر لعبة للسيجا جينيسيس, وللأسف ما في روم للعبة ولا فيديوهات كثيرة للعبة. الفيديو الوحيد للعبة هو اللي تشوفونه في الشاشة, وهاي نفس الفيديو اللي عرضوه في E3 سنة 96. وغير هاي الفيديو في شوية صور من مجلات. الاسم الكامل للعبة كان بيكون X-Woman The Sinister Virus, واللعبة كانت بتركز على البنات من فريق X-Men. والشخصيات اللي كنا نقدر نلعب فيهم اللي تشوفهم في الفيديو هما روغ, ستورم وجين غراي, ولكن كانوا بيضيفون بعد شخصيات زيادة علشان نلعب فيهم. ومطورين اللعبة هم كانوا كلوك وورك تورتس,
واللعبة الوحيدة اللي طوروها قبل هاي اللعبة هي The Adventures of Batman and Robin في سنة 95 بعد على سيجا ميجا درايف أو سيجا جينيسيس، واللعبة كانت وايد حلوة. فتخيلوا لو هما طوروا وكملوا لعبة اكس وومن. وهاي اللعبة من أول الألعاب المتكنسلة اللي أعرفها، لأن تقريبا حوالي سنة 98 كنت أدش منتديات خاصة بشخصيات أكس مان، كان في العديد من الناس يتكلمون عن هاللعبة. أوكي أعزائي المتابعين، هل تحسون أحد هاي الألعاب اللي ذكرتهم كانت بتكون ناجحة إذا أصدروها؟ وهل في لعبة كنتوا تنتظرونها وعلى آخر شيء كنسلوا اللعبة؟ مو شرط اللعبة تكون لعبة سوبر هيروز أو كوميك بوكس. كتبوا لي في الكومنتس، حاب أعرف عن هاي الألعاب وش رأيكم في الألعاب اللي ذكرتها لكم اليوم. شكرا على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تعطينا اللايك، وإذا مو مشترك بالقناة كل اللي عليك تسويه علشان تشترك اضغط على شعار القناة هني وبتكون أحد أبطال هذه القناة، وما يضر تشوف هاي الفيديوهات اللي هني.